أنا مسبوق بركعة في صلاة الجمعة، هل أكمل ركعة واحدة أم أكملها ظهراً 4 ركعات؟ إذا أدرك ال أدرك ركعات نعم أدرك ركعة واحدة من الجمعة. إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. لو أدرك ركعة أدرك واحدة. ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. طيب. بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بركعة واحدة جهرا بالفاتحة والسورة ويسلم وقد تم الصلاة. لكن من جاء بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة أو جاء في التشهد الأخير فهذا قد فاتت صلاة الجمعة. بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات كاملات سرا ما جهرا، وأربع ركعات اللي هي صلاة الظهر. فالجمعة ما فاتت الجمعة البديل الظهر.